من التصميم الهندسي، خاص بايه؟ ان انا اما اطلع ابص على الطريق من فوق اشوف شكله عامل ازاي، هل هو خط مستقيم ولا فيه منحنيات ولا ايه دنيته، تمام كده. لكن التصميم الانشائي المقصود بيه ان انا اشوف سمك الطبقات اللي عندي، تمام كده. طيب، وخدنا اول حاجه المره اللي فاتت من ال في السكشن عندنا حاجه اسمها سايت ديستانس، اللي هي ايه؟ مسافه الرؤيه. او واتكلمنا عن حاجتين، حاجه اسمها الستوبن سايت ديستانس، وحاجه تانية اسمها مين؟ الباسنج سايت ديستانس، تمام كده. كان حد عنده اي مشكله فيهم المره اللي فاتت يا شباب؟ لا تمام تمام مش بس. الشيت المفروض ان انت بتكلموا الدكتوره ان هي تنزلها لكم، يعني الدكتوره مش بتنزل المحاضرات اساسا الشيت يا باشا. الدكتوره ما نزلتش محاضراتها لغايه دلوقتي اساسا. تمام جدع عشان اسلم. طب وانت جاي لي انا بقى بنسال بس. ماشي يا عم. طيب اشاور بس عايزينك يا باشمهندس توصل صوتنا يعني. ان شاء الله يا باشا ان شاء الله. انتخابات مجلس الشعب بقى وكده اللي بينهم. تمام. طيب اخر حاجه بس هنتكلم فيها شباب النهارده او هنبدا، هي موضوع اللي هو ايه؟ الاول جزء ده اهم جزء عندك، هتلاقي عليه مسائل كتير قوي في الامتحانات. هي إيه؟ حاجه اسمها مين؟ اللي هو موضوع الايه؟ الالاينمنت. موضوع الالاينمنت اللي هو الناس كلها شايفه الشاشه كده صح؟ الناس كلها أيوة. عندها الصوره دي، تمام كده. ايوه الملف بقى ده عندي، تمام. فاحنا عندنا اول جزء في الجزء بتاع الجيومتريك ديزاين حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها الهوريزونتال الاينمنت. يعني ايه الهوريزونتال الاينمنت؟ قال لك والله لو انا طلعت بصيت على الطريق من فوق، تمام، هشوف شكله عامل ازاي، هل هو خط مستقيم ولا فيه منحنيات ولا ايه دنيته. انا بتكلم دلوقتي على البلان، تمام. فهو اصلا الهوريزونتال الاينمنت معناه ايه؟ ان انت لما تيجي تبص على الطريق من فوق بتشوف شكله ايه، يا اما تلاقي خط مستقيم يا اما هتلاقي كيرف، تمام. تمام، الكيرف اللي عندنا ده حاجه اسمها مين؟ المنحنيات الافقيه. لو انت خدت فاكر الدرس ده في المساحه، كان عندنا درس في المساحه اسمه مين؟ المنحنيات الافقيه، لو انت فاكرين الكلام ده. طيب ايه اهميته هنا عندنا؟ انا دلوقتي الكيرف اللي هو قدامك في الصوره ده، تمام، بدايته منين ونهايته فين، تمام. طب انا هستفاد بيه في ايه؟ قال لك لما تيجي توقعه في الطبيعه هتعرف بدايته فين ونهايته فين يعني، تمام. فده اهم حاجه عندنا في الجزء ده، ان انت تعرف حاجه اسمها مين؟ الجيومتريك خصائص الهندسيه للمنحنيات الافقيه. الدرس ده المفروض ان انت واخده قبل كده في المساحه، بس هتاخده المره دي، تمام، بصوره اللي هي ان انت هتستخدمه في الطرق، تمام. طيب اول حاجه عندنا ايه في المنحنيات الافقيه؟ احنا عندنا ممكن يكون منحنى افقي، منحنى بسيط زي اللي انت شايفه قدامك في الصوره ده، ممكن يكون عباره عن ايه؟ منحنى عكسي. مش فاكر انواع المنحنيات الافقيه، ممكن يكون منحنى مين؟ سيمبل كيرف، منحنى افقي ان هو عباره عن مين؟ جزء من دايره، تمام. ممكن يكون منحنى مركب. قول يا باشا. ما تخلي الشاشه بالعرض وشيلي الصوره بتاعت حجازي دي. اهي حجازي راح كده. كده حجازي هيروح، خلي الشاشه بالعرض بقى. حاضر يا باشا، اوامر سيادتك. هتعبك معانا يا باشا. يا باشا اوامر. انش العشره مره. يا ابن البلد كده واضحه شويه يا باشا. كده كله تمام، كله تمام كده، تمام كده. فاول نوع من المنحنيات الافقيه ممكن يجي لك سؤال في الامتحان، تايبس اوف الهوريزونتال كيرفز، انواع المنحنيات الافقيه. عندنا اول نوع اللي هو السيمبل كيرف، عباره عن مين؟ جزء من دايره بالمنظر ده كده، لو انتوا فاكرين في المساحه بتاعه الثانيه، تمام. طيب الحاجه الثانيه اللي عندنا نوع تاني اسمه مين؟ الكومباوند كيرف او كومباين كيرف، اللي هو منحنى مركب، عباره عن مين؟ يا ريتني ما سمعت كلامك شوره زفت. المهم هو يوم حلو كويس النهارده، نستحمل بقى بالشاشه كده عشان شكله ما بيعمل لي ايرور كتير على وضع الشاشه ده. هو انت بتفتح الهندسه حتى عشان الماوس يبان؟ ماوس ايه؟ مفيش ماوس، انا شغال من الموبايل. بقول لك افتح من اللاب. انا بقول لك هتفتح بس من اللاب يعني. هو اللاب عندي، اللاب كده بيديني ايرور كتير، شويه البرنامج بيخش ويطلع تاني اوت.
خليك معاك كده بس رجالة. حاسس طلعني من الصورة ربيع كانش العشرة من اخويا والله. يا اسطى مش عليك انت يا اسطى. يا اسطى خلاص يا اسطى ما تزهقنيش يا اسطى. بس بقى ربيع بقى تبان الحقد بتاعك عليه خلاص وبيحقد عليك يا حجازي. معلش انا ما بحبكش يا حجازي. ماشي انا اطلع بس إيه؟ خلينا بس ما ايه على الوضع ده كده لحد ما ربنا يسهل بس. تمام كده ماشي. حلو. طيب يبقى عندنا منحنى اللي هو السيمبل كيرف. تاني منحنى حاجه اسمها مين الهوريزونتال او كومبايند كيرف. تمام اللي انا عباره عن مين الاقي عباره عن منحنيين جزء من دايره وجزء من دايره. تمام كل نص قطر بيبقى كل جزء من المنحنى لنص قطر معين والاقي المركزين في جهه واحده. على عكس مين المنحنى العكس ريفرس كيرف عباره عن مين تلاقي جزء من دايره وجزء من دايره كل جزء منه لنص قطر معين. تمام بس اللي ايه اللي مميز فيه نص القطر او المركز هنا بتاع الكيرف ده عكس الكيرف ده لو انت فاكرين من المساحه بتاعت مين تاني. طيب احنا شغلنا كله معظمه على مين على السيمبل كيرف. عرفت السيمبل كيرف هتعرف تتعامل مع اي منحنى تاني. طيب انا يهمني ايه في السيمبل كيرف؟ قلت لك لو انت رجعت للصوره الثانيه ايه الاول صوره بدانا بيها فين بدايه المنحنى ونهايه المنحنى. والله هل هنا مثلا عند النهايه الخط ده ولا بعيد شويه ولا قريب شويه. فعشان كده عندنا حاجه في الطرق مهمه جدا هي اسمها الجيومتريك بتاع مين المنحنى الافقي. ايه هو الجيومتريك بتاع المنحنى الافقي؟ ان انا اعرف عناصر المنحنى. تمام المنحنى ده اصلا معمول عشان ايه؟ والله قال لك انت في البدايه خالص كان عندك ايه الطريق كان ايه طالع خط مستقيم. الطريق في الاساس كان طالع خط مستقيم وبعدين لقيت عقبة مثلا لقيت جبل ولا لقيت أي حاجة فقلت إيه استغفر الله العظيم يا رب. الناس معايا؟ ألو هندسة معايا بيقطع خالص هندسة. طيب أنا مش عارف في البرنامج فيه إيه مشكلة مثلا ضارب ليه كده. طب الناس بس اللي بتعمل ريكوردنج بس ممكن تقلل شويه لان حاسس ان هو اللي عامل مشكله يعني. طيب ممكن حد من الشباب تبعت لك برزنتيشن وحضرتك تكتب او حضرتك تتكلم يعني من طيب مش لازم. خليك بس خليك معايا كده بس حد ما نعمل تاني شير. الريكوردنج ملوش دعوه يا باشمهندس. خلاص يا سيدي حقك عليا. تعالى مش عايزين نزوم تاني لان التزويم بيعمل له مشكله ما اعرفش ايه هي. تمام فانا يهمني ان انا اعرف ايه قلنا ايه الطريق ده كان في البدايه خط مستقيم وبعدين قابلت لي مشكله فاضطريت ان انا اكسره تاني ما كانش في الكيرف ده موجود. طب انت ليه رحت عملت الكيرف؟ قال لك الكيرف ده بيعمل لي انتقال تدريجي في الاتجاه. انا كنت ماشي في الشرق فجاه حاولت رحت ايه اتجاه الغرب تاني فقال لك النقطه بتاعه الالتقاء دي ما تنفعش العربيات تمشي عليها يعني فجاه بقاش ماشي في اتجاه الشمال فجاه احود مش موجودة عندنا. فقال لك عشان أضمن انتقال تدريجي للعربيات اضطريت أستخدم مين منحنى أفقي. يعني المنحنى الأفقي دي استخدمتها مش عشان هي موجودة عندنا في المنهج لا ده ليها إيه سبب. السبب بتاعها إن أنا إيه مضطر أستخدمها بسبب إن هي إيه محتاجها ليه تعمل انتقال تدريجي في المنحنى في الاتجاه. كنت ماشي في اتجاه الشرق فجأة رحت اتجاه الغرب فقال لك استخدم مين منحنى الافق. طيب انا يهمني ايه في المنحنيات الافقيه؟ يهمني اعرف حاجه اسمها مين عناصر المنحنى الافق. تعالى كده لو تخيل كده ده بالنسبه لي المنحنى اللي هو بادئ من نقطه اسمها البي سي وهتكلم عليها وناهي عند نقطه اسمها البي تي. طيب ايه البي سي والبي تي؟ قال لك لو انت فاكر في المساحه الثانيه كنا عندنا حاجه مهمه جدا اسمها نقطه بدايه المنحنى البيجينينج اوف كيرف او البوينت اوف كيرف وعندنا اللي هي البي سي والبي تي دي اختصار لكلمه اسمها مين البوينت اوف تانجنت اللي هي نقطه نهايه المنحنى او بيسموها نقطه التماس. وعندنا نقطه مهمه جدا نقطه تقاطع الخطين المستقيمين دول حاجه اسمها البوينت اوف انترسكشن. تمام
في مشكلة لحد الآن؟ يا شباب معاك يا هندسة. تمام يا شباب. طيب قال لك لو والله لو انت وصلت خط ما بين بداية المنحنى اللي هي البي سي لحد نهاية المنحنى اللي هي البي تي، ده بيسموه الوتر. الوتر بالانجليزي لان المنهج كله انجليزي عندك اسمه الكورد. تمام تمام. طب تعالى كده نخش في السلايد اللي بعدها. قال لك والله الطريق ده زي ما قلت لك كنت ماشي في اتجاه اللي هو الخط البي سي للبي اي، كنت المفروض اني ماشي على الخط ده، فجاه حوت رحت من خط مين البي اي للبي تي. قلنا مش هينفع نمشي عليهم مباشره، لازم يحصل الانتقال تدريجي عن طريق مين الكيرف ده. طيب قال لك والله الزاويه ما بين الخط القديم والخط الجديد اللي هي الدلتا بيسموها مين الدلتا انجل او الديفليكشن انجل او زاويه اختلاف المسين او زاويه انحراف المسين. تمام الناس معايا يا شباب؟ مهم قوي الدلتا دي، دي اول حاجه بنبدا بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم عليها. يبقى الدلتا دي زاويه انحراف الممسين او زاويه اختلاف الممسين. طيب قال لك والله ان انا عندي الدلتا دي ساعات بيسموها الزاويه المركزيه. ليه بيسموها الزاويه المركزيه؟ ما انت لو انت فاكر كده من خصائص المنحنيات الافقيه ان لو ده نص القطر اللي هو المركز بتاعه الحته دي اللي تحت دي بيكون عمله بالنسبه للكيرف ده البي سي والبي اي، الخط ده عباره عن مماس، ففوق نص القطر عمودي على مس في الزاويه دي كده اللي هي عند البي سي 90 درجه زيها بالمثل مين النقطه بتاعه الخط بتاع المركز بتاع نص القطر لحد البي تي. البي تي والبي اي مماس للمنحنى، فبالتالي ده برضو عمودي على نص القطر، فالزاويه دي والزاويه دي مالهم 90. وانت عندك الزاويه اللي هي فوق خالص دي اسمها الدلتا، فالزاويه الداخله بتاعتها كام؟ 180 ناقص دلتا. لو انا عايز احسب الزاويه اللي هي عند المركز هقول 360 ناقص 90 ناقص 90 ناقص 180 ناقص دلتا، هيطلع في الاخر ان الزاويه الدلتا دي بتساوي الزاويه المركزيه اللي هي دلتا. تمام؟ في مشكله لحد الان؟ عارفين الناس نايمه والدنيا وقعت. يا شباب الناس معايا؟ معاك يا هندسه. تمام. فبالتالي الزاويه اللي هي الدلتا دي هي ساعات بيسموها الزاويه المركزيه. ليه بيسموها الزاويه المركزيه؟ لان زاويه اختلاف الممسين بالقوانين الحسابيه طلعت ان هي بتساوي مين الزاويه المركزيه اللي هي الدلتا اللي هي عند نص القطر دي او عند المركز. تمام. فدي اول حاجه عايزك تعرفها. الحاجه الثانيه، مش ده المثلث اللي هو مكوناته البي سي البي تي والبي اي؟ صح. المفروض ان هو ان ده مثلث متساوي الساقين، البي سي لحد البي اي بيساوي البي اي لحد البي تي. تمام. فالزاويه الخارجه بتساوي مجموع زاويتين الداخليتين ما عدا المجاوره ليه، وبان دول بيساوي بعض، فبالتالي دلتا دي ممكن اقول ايه اللي هي الزاويه بي اي بي سي بي تي بتساوي البي اي بي تي بي سي بتساوي دلتا على 2. واضحه كده ولا ايه؟ يعني الدلتا دي بتساوي الزاويه اللي جوه خالص الزاويه المركزيه، وفي نفس الوقت المثلث اللي هو بي اي بي سي بي تي بتساوي دلتا على 2 ودلتا على 2. في الاخر مش عايزك تعرف الكلام ده كله، انا عايز انت فهمته اهو، مش انا بس يهمني بس تعرف اماكنهم ايه بس مش اكتر. تمام. السكشن كله على فكره في الرسمه دي. طيب قلت لك الخط اللي واصل ما بين نقطه البي سي اللي هي اختصار لحاجه اسمها البوينت اوف كيرف والبي تي اللي هي اختصار للبوينت اوف تانجنت، الخط ما بينهم ده بيسموه الوتر الكلي، بيسموه حاجه اسمها اللونج كورد، بنديله رمز عندنا اسمه السي. لو انت فاكر في المساحه الثانيه كنا بنسميه الواو، لو انت فاكر الكلام ده السكشن ده مكرر على فكره. تمام تمام. طيب تعالى ايه نخش على الجزء اللي بعد. الكيرف نفسه بيسموه ايه؟ اللينس اوف كيرف او نص القطر او طول القوس بتاع مين الكيرف ده، الارك لينس بيسموه، بيدوا رمز ال مثلا ولا حاجه. تمام. يبقى اللونج كورد بيدوا رمز سي، الكيرف بيدوا رمز مين ال، لو انت واخد بالك مكتوب عليه ال هنا. تمام تمام. طيب الخط اللي هو من البي سي البوينت اوف كيرف لحد البي اي اللي هي البوينت اوف انترسكشن وكذلك البي اي للبي تي، قلت لك الخطين دول بيساووا بعض. تمام. وبيطلقوا عليه رمز اسمه المماس التانجنت. تمام. اللي هو بيديله رمز اسمه التي. يبقى انت خدت كام حاجه لحد الان؟ خدت والله اول حاجه نص القطر اللي هو ار، خدت حاجه اسمها الدلتا ديفليكشن انجل، خدت حاجه اسمها طول الوتر الكلي اللي هو السي، خدت حاجه بعد كده طول المنحنى اللي هو بيسموه الارك لينس. طيب وخدت بعد كده مين الممسين اللي هو التانجنت. طيب
الحاجة التانية قال لك من نقطة التقاء لمسين لو نقطة تقاطعهم اللي هو البي اي لحد أقصى قمة في المنحنى بيسموها حاجة اسمها الاي، اختصار لحاجة اسمها مين السهم الخارجي لو أنت فاكرينه في المساحة، حاجة اسمها مين الاكسترنال كورد. تمام. طيب الجزء اللي هو من نقطة الكيرف لحد نقطة التقاطع أو نقطة الخط بتاع اللونج كورد بيسموه بيدوا رمز اسمه الام أو بيسموه السهم الداخلي اللي هي حاجة اسمها مين الميدل اوردينيت. طيب يبقى انت كده خدت ايه كام حاجه لحد الان؟ خدت خمس عناصر. اول حاجه اسمها الميدل اوردينيت اللي هي بتعرفها بادئه منين؟ قال لك من نقطه الكيرف او نقطه القمه بتاعه الكيرف لحد منتصف الوتر الكلي، ونقطه الاي الاكسترنال كورد او السهم الخارجي قال لك بدايتها من نقطه القمه بتاعه المنحنى لحد نقطه تقاطع الممسين. الممسين نفسهم اللي هي التانجنت بيدوا لها رمز اسمه تي، الكيرف نفسه بيديله رمز اسمه ال L كيرف او اللونج اوف مين الارك لينس، وعندنا مين الوتر الكلي اللي هو بيسموه مين اللونج كورد بيديله رمز سي. الخمس حاجات دول بيجي لك مساله كامله يقول لك احسب العناصر المنحنى دي. تمام كده. طيب عشان اخش احسب عناصر المنحنى محتاج في كل واحده فيهم عشان اعرف احسبهم لازم يكون عندي اتنين معلومين، نص القطر اللي هو الار ويكون عندي حاجه اسمها الدلتا ديفليكشن انجل عشان اعرف احسب بيت العناصر. ليه؟ لان كل العناصر القوانين دي كلها حفظ، عشان اعرف احسب الاطوال دي لازم يكون عندي معلومين النص القطر وديفليكشن انجل. فعندي اول حاجه اسمها التي، التي بتساوي مين الار في تان دلتا على 2 لو انت فاكرها المماس اللي كنا بنديله رمز اسمه ميم بيساوي مين نق ظا نون على 2 لو انت فاكر قوانين المساحه هي هيها ما اتغيرتش. فالتي نص قطر او المماس اللي هو التانجنت اختصار للتي بيساوي مين ار تان دلتا على 2، والدلتا قلنا الديفليكشن انجل. تمام. تاني حاجه ال ال، ايه هي ال ال؟ طول المنحنى اللي هي ال ال اللي هو مكتوب ده ال ال اهو، قال لك بيساوي مين الار في الدلتا في باي على 180 او باي على 180 في الار في الدلتا. مهم جدا، سيبك من الاختصارات دي، انا يهمني مين الار في الدلتا في باي على 180. يبقى انا دلوقتي عشان اعرف احسب التي او ال ال لازم يكون معايا مين الار والدلتا. عشان كده بقول لك اوعى تخش المنحنى او تحسب القيم دي كلها من غير ما يكون معلوم عندك الار والدلتا. تاني حاجه عندي مين الوتر الكلي اللي هو ال ال سي او ساعات بيسموه السي اللونج كورد. اللونج كورد ده بيساوي مين 2 ار ساين دلتا على 2. تمام. اللي بعد كده حاجه اسمها مين الاي والام، الاي اللي هي الاكسترنال كورد والام اللي هي الميدل اوردينيت او السهم الداخلي. الاي بتساوي مين الار في 1 على كوزاين دلتا على 2 اللي هي كنا بنسميها سيك اللي هي ق مقلوب الكوزاين لو انت فاكر، عايز تخليها زي ما هي كده خليها زي ما هي، الار في 1 على كوزاين دلتا على 2 ناقص الواحد، والام اللي هي الميدل اوردينيت بيساوي الار في 1 ناقص كوزاين دلتا على 2. يبقى انت الوقت عرفت ان الخمس حاجات دول مهمين جدا مطلوب انت تحفظهم. اهم سلايد عندك السلايد دي ان انت تكون عارف ترسم الرسمه دي، عارف يعني ايه البي سي اللي هي البوينت اوف كيرف، عارف البي اي اللي هي البوينت اوف انترسكشن او تقاطع الممسين، والبي تي اللي هي البوينت اوف تانجنت او نقطه نهايه المنحنى، وعندي نص القطر، وعندي خمس عناصر اللي هي الدلتا اللي هي الديفليكشن انجل، والخمس عناصر بتوعهم اللي هو مين طول المنحنى ال ال المماس اللي هي التي اللونج كورد اللي هو الوتر الكلي، والاي والام اللي هي الميدل اوردينيت والاكسترنال كورد السهم الداخلي والسهم الخارجي. في اي مشكله لحد الان يا شباب؟ السلايد دي مهمه جدا، ده السكشن بتاع النهارده رجالتنا. معاك يا باشمهندس. كله تمام يا باشمهندس. الله ينور عليك. الله ينور يا ريس، انا عارف ان انت مش عارف حاجه بس يلا. لا المهم المساحه ماشي والله تكمل عربي. طيب. الله ينور عليك افتكرت كده. تمام تقريبا كنت بديكم انا برضو. تمام وسقطتوا كلكم. المهم قال لك ايه بقى لو انا عايزين نفتكر بس ايه مع بعض الاختصارات عشان المهمه دي ما تنساهاش. الار اللي هي مين الراديوس نص القطر، الدلتا اللي هي الديفليكشن انجل او الانترسكشن انجل اوف تانجنت نقطه تقاطع الممسين او زاويه الانحراف اللي هي الدلتا. عندي حاجه اسمها مهمه جدا نسيت اقول لك عليها، حاجه اسمها ديجري اوف كيرفيتشر اللي هي زاويه او درجه المنحنى. ايه هي الديجري اوف كيرفيتشر؟ تعال نرجع للسلايد بتاعتها. ايه قال لك؟ والله الزاويه المركزيه المقابله لقوس على المنحنى طوله 100 فيت بيسموها مين الزاويه المركزيه او بيسموها مين درجه المنحنى.
لو انت فاكر كنا احنا بنقول في المساحه بتاعه الثانيه ان احنا عندنا المنحنيات ما بنديهاش نص قطر، بنديها حاجه اسمها مين، درجه المنحنى، اللي هي بتعبر في الاخر عن نص القطر. فدرجه المنحنى اللي هي دي، دي عباره عن ايه؟ لو جات لك في الامتحان الديجري اوف كيرفيتشر، هي الزاويه المركزيه المقابله للقوس طوله 100 فيت. مهمه جدا. بالاخر انت عايز توصل لايه؟ قال لك والله ان انا عايز اوصل ان الديجري اوف كيرفيتشر ليه علاقه بينها وبين الار. ليه؟ في الامتحان مش هيديك نص القطر صراحه، لازم هيديك الديجري اوف كيرفيتشر تحول منها تجيب نص القطر. ليه؟ لان قلت لك مش هتعرف تحسب الخمس عناصر دول من غير ما يكون معلوم عندك الدلتا ونص القطر. طيب خلينا على الديجري اوف كيرفيتشر لحد ما نوصل في القانون ازاي نعوض بيه. التانجنت اللي هو اسمه مين؟ المماس اللي هي التي. عندنا اللونج كورد اللي هو بيديله رمز السي او ال سي، طول الوتر. اللينس اوف كيرف اللي هو طول المنحنى بيديله رمز ال. الميدل اوردينيت اللي هي مين؟ الام، السهم الداخلي. الاكسترنال كورد اللي هي عباره عن مين؟ الاي او السهم الداخلي الخارجي، اسف، اللي هي الاي اكسترنال كورد. عندنا ثلاث نقط قلناهم، البي سي اللي هي نقطه بدايه المنحنى اللي هي البوينت اوف كيرف، والبي تي نقطه نهايه المنحنى اللي هي البي تي البوينت اوف تانجنت، والبي اي نقطه تقاطع الممسين البوينت اوف انترسكشن. تمام كده؟ طيب باشمهندس انت قلت لنا كده العلاقه ما بين نص القطر، لان هو مش هيدينا نص قطر في الامتحان، ده هيدينا حاجه اسمها مين؟ الديجري اوف كيرفيتشر، درجه المنحنى اللي هي الدي. فقلنا ازاي احسبها؟ لو انت فاكرين انت ممكن تعمل علاقه ان الزاويه المركزيه بتقابل 100 فيت، والزاويه المركزيه اللي هي 360 درجه بتقابل محيط الدايره 2 باي ار او 2 طه نق. طيب من الاخر قال لك والله عشان تعرف العلاقه بين الدي والار، فقال لك الديجري اوف كيرفيتشر بتساوي 5729.58% على نص القطر، دايما شغالين وحدات ايه؟ بالفيت. تمام كده يا شباب؟ واتكلمنا بعد كده قلنا التي للتانجنت ار في تان دلتا على 2، اللونج كورد بتساوي 2 ار ساين دلتا على 2، واللينس اوف كيرف الار دلتا في باي على 180، والميدل اوردينيت ار 1 ناقص كوزاين دلتا على 2، والاكسترنال كورد اللي هي الار 1 على كوزاين اللي هي السك، سك دلتا على 2 ناقص 1 سك اللي هي قلنا عباره عن مين؟ 1 على الكوزاين. تمام؟ تمام. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا جدا، قال لك والله يا باشمهندس احنا عندنا مثلا الطريق ده، لو نرجع لاول سلايد بس، الطريق ده ممكن يطلع عندك بال 100 كيلو. فاهم يعني 100 كيلو؟ يعني حاجه كبيره جدا. طيب يا باشمهندس دلوقتي احنا عندنا البرنامج الزمني اللي هو متحدد للطريق، قال لك عايز يتنفذ في سنه، فال 100 كيلو ده على شركه معاها شويه معدات على قدها والكلام ده مش هتلحق تخلصه، فقال لك خلاص نديها جزء من الطريق تشتغل فيه، ونجيب شركه ثانيه تشتغل في جزء من الطريق، ونجيب شركه ثالثه تشتغل في جزء من الطريق، بحيث ان هم يخلصوا في نفس الوقت. طيب حلو يا باشمهندس. طب انا دلوقتي الشركه دي حاجه اقول لها انت بدايتك منين لفين؟ هقول لها انت اول 100 كيلو او اول 10 كيلو، ثاني شركه ثاني 20 كيلو، ثالث شركه مش عارف رابع 50 كيلو ولا حاجه. فهم هيتلخبطوا، فعشان كده بنعمل ايه؟ قال لك والله احنا بنعامل الطرق معامله المسطره. يعني ايه معامله المسطره؟ ان احنا بنعمل تدريج او بيسموها محطات على الطرق. ايه المحطات دي؟ تسمع ان الفيلم بتاع الفول الصين العظيم بيقول له انت عارف الكيلو 50 او 5200؟ قال ده الكيلو ايه المفضل بالنسبه لي في الصحراء. يعني ايه الكيلو 50؟ قال لك والله احنا بنقسم او بنعمل تدريج للكيرفات او الاسف للطرق كلها، بحيث ان انا عايز اقول للشركه الفلانيه مثلا بتاعت مثلا حسن علام او من العرب، انت ماسكه من الكيلو 10 للكيلو 50، ما تروحش تقيس بقى. ليه؟ لان انا حاسبها على الطول ده بالظبط، لا تزود لي ولا تقلل لي. تمام؟ احنا عندنا الكيلو بقى بنترجمها عندنا في الطرق لحاجه اسمها ستيشن، محطات. تمام؟ بنسميها حاجه اسمها مين؟ الستيشن. الستيشن دي ممكن تكون كل 100 فيت. تمام؟ يعني في الاخر بعامل الطريق كانه مسطره مدرجه، بقسمه تقسيمات متساويه، كل محطه، المحطه دي ممكن تكون كل متر، 2 متر، 10 متر، كل 100 فيت. احنا شغالين الديفولت عندنا في المنهج ان الواحد ستيشن كل 100 فيت. تمام؟ في حته الاستيشن دي مهمه جدا جدا جدا. طيب خلي الاستيشن دي لحد ما نوصل لها. قال لك والله عندك ايه؟ اقرا اول مثال كده، 22.91% ديجري كيرف. يعني ايه ديجري كيرف؟ زاويه المنحنى الدلتا بتاعتك بكام؟ الديجري اوف كيرف اللي احنا قلناها مين؟ الديجري اوف كيرف او كيرفيتشر كانت اسمها مين؟ الدي، فاكرينها؟
الدي اللي هي الديجري اوف كيرف رجاله، فبيقول لك الديجري اوف كيرف عندك 22.91% with an angle of 63 درجه. عندك دلوقتي زاويتين، واحده قال لك الديجري اوف كيرف والثانيه 63، فمن غير ما افكر الاولانيه طالما الديجري اوف كيرف بالثانيه اللي هي مين الدلتا اللي هي عباره عن مين الديفليكشن انجل او الانترسكشن مين انجل. تمام حلو. بيقول لك ديترماين اول كيرف جيومتري. يعني ايه اول كيرف جيومتري؟ الخمس عناصر اللي هما التانجنت واللينس اوف كيرف واللونج كورد والاي والام. طيب احسبهم ازاي؟ قلت لك اوعى تخش المنحنى الا ما يكون مين معاك الخمس او معاك الديجري اوف كيرف اللي هي الدلتا اسف، ومعايا مين نص القطر. طيب هل انا معايا الدلتا؟ الدلتا بكام؟ 63 درجه. طب الار معايا؟ قال لك لا انا معايا الزاويه الديجري اوف كيرفتشر. طب عاد تحسبها؟ يا عم انا عارفينها ازاي. قال لك الديجري اوف كيرفتشر اللي هي الدي بتساوي كام؟ 5729 52% على الار بالفيت. يعني لو معايا الديجري اوف كيرفتشر اعرف احسب منها مين نص القطر، فروحت كاتب نفس القانون اهو، الار بتساوي 5729 على الدي اللي هي ايه الديجري اوف كيرفتشر. معايا الديجري اوف كيرفتشر بكام؟ ب 92.91%. يطلع نص القطر بكام؟ ب 250 فيت. يبقى انا دلوقتي يطلب مني اي حاجه اعرف احسبها. تمام ازاي؟ لان اول حاجه عندنا مثلا لو عايزين نحسب مثلا مين الكيرف جيومتري اول حاجه فيها التانجنت، فاكرين قانون التانجنت كان بيساوي مين؟ التي بيساوي الار تان دلتا على 2. تمام. طب حلو، يبقى انا معايا الار لسه ب 250 فيت. الدلتا بكام؟ ب 63 درجه اهي، فاقول له 250 في تان 63 على 2 يطلع 153.2 فيت. طيب تاني حاجه اللينس اوف كيرف اللي هي ال ال اللي فاكرينها طول المنحنى بتساوي الار في الدلتا في باي على 180. الار ب 250، الدلتا ب 63 درجه في باي على 180 يطلع ب 274.75% فيت. ثالث حاجه اللي هي الكورد لينس او بيسموها مين الوتر الكلي بتساوي ايه؟ 2 ار ساين دلتا على 2. الار بكام؟ ب 250 فيت، الدلتا ب 63 درجه، فاقول له 2 في 250 ساين 63 على 2 يطلع 261.2 فيت. بعد كده الميدل اوردينيت السهم الداخلي الام بتساوي مين؟ ار في 1 ناقص كوزاين دلتا على 2. الار بكام؟ ب 250 والدلتا ب 63، يبقى اقول له 250 في 1 ناقص كوزاين دلتا على 2 ده 63 على 2 يطلع 36.8 فيت. بعد كده عندي مين؟ الاي. الاي اللي هي الاكسترنال كورد السهم الخارجي بتساوي مين؟ الار سك دلتا على 2 ناقص 1، وقلنا السك اللي هي 1 على الكوزاين، فاقول له 250 في سك اللي هي 1 على الكوزاين دلتا على 2 ناقص 1 يطلع 43.2 فيت. طيب بيقول لك بعد كده بعد ما تحسب الحاجات دي ديترماين مين الستيشنز بتاعه البي سي والبي تي اللي هي ايه بقى اللي انا قلت لك عليها في البدايه خالص اول سلايد. قلت لك انا يهمني في اول سلايد دي ان انا اعرف مين فين بدايه المنحنى وفين نهايه المنحنى. تمام. طيب اجيبهم ازاي؟ قال لك والله عندنا الستيشن او تدريج النقطه بتاعه بدايه المنحنى، لو انت فاكرين في المساحه كنا بنجيبها ازاي؟ لو انا عايز احسب الستيشن بتاعه البي سي اجيبها ازاي؟ قال لك والله هو في الاساس اصلا الطريق كان عندي مستمر لحد نقطه تقاطع الممسين، ده انا عملت الكيرف ده عشان ينقل لي تدريجي من الاتجاه ده للاتجاه ده. تمام. فبالتالي لو انا عايز احسب الستيشن دي سهل قوي، هقول له الستيشن في الاخر هي طول، انا عايز احسب مكان دي فين؟ لو انا عندي قلت لك البي اي دي مكانها على 300 فيت والتي ده ب 100، فتقول لي ايه؟ اقول 300 ناقص 100 اجيب مكان مين؟ البي سي. فالستيشن يعني مكانها فين؟ فالستيشن بتاعه البي سي بيساوي الستيشن بتاعه البي اي ناقص التي. تمام. طيب لو انا عايز اجيب نقطه نهايه المنحنى، لو انت فاكرين في المساحه الثانيه قلنا العلماء اتفقوا ان احنا ممكن نجيبها بطريقتين، ان انا اقول البي اي واجمع عليها تانجنت، وقلنا العلماء رفضوا الكلام ده. قال لك ليه؟ لان انا ماشي على المسار فده اصلا مش موجود عندي. فقال لك الافضل وده اللي احنا هنشتغل بيه ان الستيشن بتاعه البي او بي تي هتساوي الستيشن بتاعه البي سي زائد طول المنحنى. فالقانونين دول مهمين جدا، ان انا عايز احسب الستيشن بتاعه البي سي بيساوي الستيشن بتاعه البي اي ناقص التانجنت، والستيشن بتاعه البي تي بيساوي الستيشن بتاعه البي سي زائد الايه اللينس اوف كيرف. فهو مديني هنا في المساله ايه؟ بيقول لي ديترماين الستيشن بتاعه البي سي والبي تي لو كانت الستيشن بتاعه البي اي ب
بتساوي 3 زائد 50. حلو قوي. يعني ايه 3 زائد 50؟ لكن انا بمشي على الطريق بتاعي كانه مسطره مدرجه، تمام؟ تخيل كده المسطره دي هي الطريق بتاعك، فممكن اقيس مثلا 1 سنتي او 2 سنتي لو جت عند ستيشن صحيح. طب لو جتنا بينهم يبقى اقول مثلا 2 و4 مثلا 2 و3. احنا ما عندناش واو، الواو دي عندنا بتترجم كلمه زائد، تمام؟ فالستيشن يقول لك بتاعه البي اي 53، يعني 3 في 3 ستيشن زائد 50 من الستيشن. يعني ايه الكلام ده؟ لو هي الستيشن 100 فيت فالمسطره عندي كل ايه مثلا 100 200 300 400 500 وهكذا. فاحنا عشان ما نقولش 300 فيت زائد 50 من 100 فيت فبنعمل ايه؟ قال لك والله طالما الستيشن 1 100 فيت فخلاص، فبتعامل كانها ايه 3 ستيشن 4 ستيشن 5 ستيشن، والستيشن واحده ب 100 فيت، يعني الثلاثه ستيشن يعني 300 فيت. طيب اي حاجه كسر باقيه ما جابتش الواحد ستيشن بكتبها بالفيت زي ما هي. يعني من الاخر الثلاثه زائد 50 دي معناها ايه؟ 3 ستيشن زائد 50 فيت. طب الثلاثه ستيشن الستيشن بكام؟ ب 100 فيت. يبقى دي عباره عن كام؟ 300 زائد 50، يعني يطلع كام المسافه دي؟ 350 فيت. تمام. من الاخر الثلاثه زائد 50 دي اشيل الزائد واقرب الفيت، يعني 3 زائد 50 يعني معناها اشيل الزائد يبقى 350 فيت. في مشكله في الحته دي يا شباب؟ رجاله؟ لا يا باشمهندس ما فيش مشكله. تمام يا باشا. طب كويس ان في حد لسه صاحي. تمام. فبالتالي هو بيقول لي دايما ستيشن، قالها لي في المساله ما قاليش انا دايما بشتغل على الواد ستيشن بكام؟ ب 100 فيت. تمام. طيب فلو عايز احسب الاستيشن بتاعه البي سي ارجع للقانون، فقال لك الاستيشن بتاعه البي سي بيساوي مين؟ الاستيشن بتاعه البي اي ناقص التي. فالاستيشن بتاعه البي سي بكام؟ او البي اي اسف ب 3 زائد 50 اهي ده بين قوسين ناقص التي. التي بكام؟ ارجع للمساله كنت حاسبها فوق، كانت 153.2 في. فقال لك والله اطرح ستيشن ناقص فيت، دي وحده ودي وحده، فازاي؟ قال لك اول حاجه احول الوحده اللي جوه دي بتاعه الستيشن لفيت. قلت لك عشان احولها الغي اعمل ايه؟ اشيل الزائد ويبقى دي بالفيت، يبقى 3 زائد 50 معناها كام؟ 350 فيت ناقص التي اللي هي 153.2 يطلع بكام؟ ب 196.8 فيت. طيب ازاي احول الفيت للستيشن؟ اقسم على 100 واكتب الرقم زي ما هو، يعني لو قلت 196.8 على 100 يطلع 1 وكسر، يبقى الواحد ده اهو اكتبه والكسر بعد الزائد. يعني انا من الاخر عشان احول من ستيشن للفيت اشيل الزائد، ومن الفيت للستيشن بعد رقمين احط الزائد بس يا عم. طيب تعالى نشوف المثال اللي بعده. لو انا وعايز مين الستيشن بتاعه البي تي، الستيشن بتاعه البي تي هتساوي كام؟ قال لك هتساوي الستيشن بتاعه البي سي زائد ال. طب الستيشن بتاعه البي سي جايه منين؟ ما لسه جايه فوق اللي هي 1 زائد 96.8 ستيشن اهي، زائد ال اللي كانت بكام؟ نشوفها من القانون فوق، كنا مطلعينها 274 75 من 100 فيت اهي. فازاي اجمع ستيشن زائد فيت؟ لازم احول الوحدات، فحول الستيشن لفيت ازاي؟ اروح شايل الزائد فيبقى كام؟ 196.8 اهي فيت زائد 274 75 من 100 فيت، فده زائد ده يطلع كام؟ 471 55 من 100 فيت. عشان احوله للستيشن بعد رقمين بعد 71 ده احط ازاي بس يا عم؟ خلص. في مشكله؟ كله زي الفل يا باشمهندس. تمام. الحاجه الثانيه هي الدكتوره وقفت لحد معاكم لحد فين في الهوريزونتال الاينمنت؟ مكمله راديوس كالكوليشن دي وصلت فيها دخلت فيها يعني. تمام حلو. احنا عندنا حاجه مهمه جدا اسمها مين؟ السوبر اليفيجن. ايه هو السوبر اليفيجن؟ اللي هو يعني المعنى تاني ان انا يعني ممكن دي هي دخلت. طب هي خلصت المنحنيات الافقيه ولا لسه شغاله فيها؟ لان الجزء ده عايز فيديو اوريه لكم يعني عشان تفهموه. هي وصلت لغايه يعني والله مش متذكر، بس هي خلصت السوبر يعني مشيت كتير في السوبر اليفيجن، مش فاكر هي خلصت ولا لا.
احنا هنقفل لحد الاثنين سلايد دول ونوقف لحد ايه لما يتخلصوا، عشان حتى في رسومات مهمه جدا هي لما تسمعها منها وبعد كده اديها لك على الفيديو، ويكون حتى البرنامج سطبته من تاني على اللاب يكون الدنيا واضحه. دلوقتي لو انا عايز احسب في علاقه مهمه جدا اعرفها دلوقتي لحد ما نخش في السكشن اللي جاي، ان هي في علاقه بين نص القطر وبين حاجه اسمها السوبر اليفيجن. يعني ايه السوبر اليفيجن؟ قال لك دلوقتي لو انت معاك طوبه وربطتها في حبل، تمام، ومسكت كده الحبل وقعدت تلفه، ايه اللي هيحصل؟ ورحت ساب ايدك هلاقي الطوبه دي خرجت لبره، اتنطرت لبره بفعل مين؟ حاجه اسمها مين؟ قوه الطرد المركزي، تمام. فنفس الكلام انت ايه، بدل الطوبه بقى معاك عربيه، العربيه دي بتلف على دايره، الدايره دي مكان الحبل، تمام. فبالتالي انت دلوقتي لو انت عايز تحسب السوبر اليفيجن دي، تمام، فعندنا مين؟ نص القطر بيساوي ايه؟ قال لك والله دلوقتي لو انت جبت زي ما قلت لك طوبه وربطتها في حبل، تمام، وقعدت تلف الحبل ده، ايه اللي هيحصل؟ ان انت اول لما تسيب ايدك من الحبل هتلاقي الطوبه دي نطرت بره. ما نفس الكلام عندك لو انت عندك عربيه ماشيه على ايه، نص قطر بسرعه عاليه، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي العربيه دي نطرت لبره. فعشان كده بنعمل حاجه اسمها مين؟ السوبر اليفيجن. ان انا بعمل ايه؟ باجي على المنحنى نفسه اميله لجوه بحيث يكون مايل، تمام. ليه؟ ايه الهدف من الكلام ده؟ ان العربيه ما تتقلبش لبره، تمام. طيب من الاخر الكلام ده هنأجله السكشن اللي جاي لحد ما الدكتور تخلصه، بس عشان اخش في مثال بس في الشيت، ان انا عايز بس ايه تحفظ القانون ده. ان نص القطر قوانين يا باشمهندس، شرحت قوانين والسلايدنج والاوفر تيرنينج والحاجات دي، تمام. طب حلو، يعني انت ناس فاهمه انا بكلمه، صح؟ اه حلو، الناس فاهمه. يبقى نص القطر بيساوي مين؟ قال لك العلاقه دي مهمه جدا. نص القطر قال لك بيساوي السرعه بتاعه العربيه بتاعتي تربيع على 15 حاجه اسمها الاي اللي هي السوبر اليفيجن زائد معامل احتكاك اسمه الاف، تمام. تمام، طيب يعني الار ده اقل نص قطر مستخدمه عشان اظبط بيه الكيرف بتاعي ما يحصلش العربيه تتقلب، تمام كده. فبعمل حاجه اسمها مين؟ السوبر اليفيجن. فالار اللي هو نص القطر بالفي، الفي اللي هي السرعه بالميل بر اور زي ما اتعودنا دايما سرعتنا بالميل بر اور، الاي اللي هي السوبر اليفيجن، والاف اللي هي معامل الاحتكاك. تعالى كده نخش في المساله دي، بيقول لك ايه؟ عندك الدلتا الانترسكشن انجل او الديفليكشن انجل ب 40 درجه، والتانجنت اللي هو التي ب 510 فيت، تمام. وقال لك الطريق عندك اربع حارات واللين ويتس عرض الحاره الواحده 10 فيت، والستيشن بتاعه البي اي بتساوي 2700 ستيشن، والسايد فريكشن اللي هو كام؟ 82 من 1000، ده الاحتكاك بتاعي. بيقول لك والاي السوبر اليفيجن 9% اللي هي 9 من 100. ديترماين الديزاين سبيد، عايز السرعه بكام، وبعد كده حدد لي الستيشن بتاعت البي سي والستيشن بتاعت البي تي. يا عم سهله خالص، ما احنا عارفين ان القانون يعني عايز احسب السرعه لازم أن يكون معايا ايه؟ حاجتين، نص القطر والاي. عشان احسب السرعه لازم يكون معايا نص القطر والاي. فالار بتساوي الفي تربيع على 15 اي زائد الاف. انت معاك ال يعني لو طلعت الاي زائد الاي اف بره كده هتساوي الفي تربيع على ايه؟ على 15. اه عايز تكتب القانون لفوق مفيش مشكله، يعني بس اختصارا بس. طيب الاي بكام؟ قايل 9%، اكتبها كام؟ 9 من 100. الاف اس الاف اس اللي هو السايد فريكشن ب 8 من 100 او 8% اللي هي مكتوب عندك، او 8.2% اللي هي كام؟ 82 من 1000 اهي، يبقى الاي زائد الاف اس. البي تربيع هو عايز يحسبها على 15 ار، الار بكام؟ اسال دور نفسي، هل الار مدالي في المساله؟ لا مش مديني الار. طب انا هقف لحد كده، انا بعمل ايه؟ اه ما هو قايل لك يا باشمهندس ان انا مديك علاقه ثانيه بتاعت التانجنت، المماس. مش المماس بتساوي ايه؟ التي بتساوي الار تان دلتا على 2. فالار عندي بكام؟ انا عايز احسبه، فالتي عندي بكام؟ ب 150 فيت اللي هو مديها لي في المساله فوق ايه؟ او 510 اسف فيت. يبقى 510 بتساوي الار اللي انا عايز احسبه في تان دلتا على 2، والدلتا بكام؟ قايلها لي ب 40، فاقول 40 على 2 اعرف احسب من هنا مين الار. جبت الار اروح مدخله فين؟ في القانون اللي هو بتاع الاي زائد الاف اس بتساوي الفي تربيع على 15
معايا الاي ومعايا الاف اس ومعايا الار احسب من هنا مين الفي تطلع السرعه بكام ب 55 يعني مش عارف ليه كتابه عربي بس مش مشكله 55 ميل بر اور يبقى اول مطلوب مني طلبوا مني السرعه طيب تاني مطلوب بيقول لي ايه احسب لي الاستيشن بتاعه البي سي نرجع تاني للقانون بتاع البي سي الاستيشن بتاعه البي سي بيساوي كام بيساوي الاستيشن بتاعه البي اي ناقص التي طب انت معاك الاستيشن بتاعه البي اي يا عم اداها لي بكام ب 2700 طب معاك التي قايلها لي ب 510 فاقول له الاستيشن بتاعه البي سي بيساوي الاستيشن بتاعه البي اي ناقص التي يبقى اقول له 2700 زائد 0 فيت عشان احولها لفيت اعمل ايه اشيل الزائد فتنكتب كام 2700 صفرين زائد اشيل منها الزائد واكتب صفرين بقت بالفيت اهي ناقص التي اللي هي ب 510 فيت اطرح ده ناقص ده يطلع بكام ب 2694.90 من 100 عشان احول للفيت اعمل او احول الستيشن اعمل ايه بعد الرقمين احط كده احط علامه مين الزائد طيب طالب مني كمان مين الستيشن بتاعه البي اي او البي تي اس البي تي احسبها ازاي قال لك الستيشن بتاعه البي تي بيساوي الستيشن بتاعه البي سي زائد ال وانت معاك كل منحنى ما انا عارف القانون بتاعه ال ال بتساوي مين الار في الدلتا تبقى على 100 على 180 فاروح احسبها الار اللي هي 1400.21 من 100 بالدلتا اللي هي 40 في باي على 180 يطلع معايا مين ال ال حلو كده بقى سهل جدا انت هتروح تحسب بالبي سي اللي هي معايا الاستيشن بتاعها ده 2694 زائد 90 ناقص منها مين ال ال او زائد ال ال اسف اللي هي 978.23 فيت بس ما تنساش تحول الاستيشن اللي فيت عشان تعرف تطرح وبعد كده تحول الاستيشن في مشكله لحد الان تمام جدا كده يا باشمهندس تمام طيب تعالى بقى ايه لنقطه ثانيه مهمه جدا لو انت فاكرين كان في سؤال في الشيت بيقول لك الاولاني بيقول لك ليه انت في العناصر اللي هي بتحدد التصميم معاك هي نص القطر لو انت فاكر لو انا قلت لك ان نص القطر بتاع العربيه الملاكي مش عارف 10 متر ولا 5 متر العربيه التريلا 25 متر ولا حاجه فلو انا حتى وريتك فيديو قبل كده قلت لك المسار بتاع العربيات اللي هي التريلات اللي هي مثلا لو بتلف على ملف هتلاقي العجل قداماني في جهه والعجل الخلفي في جهه ثانيه تمام وبناء عليه بتعمل ايه قلت لك ان احنا بنحاول بقدر الامكان المنحنى الافقي ده نوسعه ليه عشان العربيات التريلات وهي بتلف عليه تكون ما تخرجش بره الاسفلت وبالتالي ممكن تنقلب او يحصل لها مشاكل فعندنا حاجه اسمها الوايدنج اون هوريزونتال كيرف التوسعه المنحنى الافقيه التوسعه دي عندنا منها نوعين حاجه اسمها ميكانيكال وايدنج توسعه ميكانيكيه وحاجه اسمها مين سايكولوجيكال وايدنج توسعه نفسيه ايه يعني ايه التوسعه النفسيه دي قال لك والله الميكانيكال خاصه بالعربيه نفسها والسايكولوجيكال دي اللي هي معموله عشان السواق نفسه يكون مستريح وهو بيلف يبقى ضامن ان هو الطريق واسع بالنسبه له لان هي عنده الاحساس او عينه هي اللي بتاثر في العمليه دي هيجي لك سؤال في الامتحان هيقول لك ايه هو الوايدنج على الهوريزونتال كيرف ما عليك ان انت تكتب السلايد دي تقول له الوايدنج على الهوريزونتال كيرف عندي حاجتين ميكانيكال وسايكولوجيكال واكتب له القانون بتاع الميكانيكال الميكانيكال بيساوي كام الدبليو ميكانيكال بتساوي ان في ال تربيع على 2 ار القانون ده الوحيد اللي في المنهج ان الار بنص بالمتر دايما بتعامل بالار بالفيت ما عدا القانون ده الوحيد بالمتر فالدبليو ميكانيكال بتساوي مين الان في ال تربيع باشمهندس هي تقريبا الجزء ده ما اتشرحش مش متذكر او لو حد تاني يعني فاكر يعني انا ما سمعتوش الجزء ده ما اتشرحش لا ما اتشرحش ده ماشي ماشي ما هو مش مشكله الدكتور هتشرحه ده هو قانون واحد مش هحتاج اكتر منك ان انت ايه تستخدم القانون ده يبقى الدبليو ميكانيكال بتساوي الان لحد ما تقوله معلوش مسائل كتير يعني بقول لك نظري الان في ال تربيع على 2 ار والان عباره عن مين قال لك النمبر اوف لينز عدد الحرائق وال L قال لك اللينس اوف ويل بيز بالمتر وال R نص القطر بتاع المنحنى القانون ده الوحيد اللي انت بتستخدم بالنص القطر بالمتر طيب السايكولوجيكال حاجه النفسيه قال لك ال B سايكولوجيكال بتساوي ال V على 9.5 جذر ال R وال V ديزاين سبيد ودي الوحيده الجزء في المنهج اللي انت الوحيد اللي بتعوض بالسرعه بالكيلومتر على الساعه ونص القطر بالمتر تمام طيب
نخلي الجزئية دي لحد لما الدكتورة ايه تشرحها لكم. بس زي ما قلت لك الموضوع تافه جدا جدا، تمام؟ يعني بس هو الفكرة كلها في المسألة دي ان هي تعود مباشر في القوانين. بيقول لك السوبر اليفيجن عندك الاي 8.4% فاقسم على 100 يبقى 84 من 1000، تمام؟ الدبي توتال عرض الطريق كلي 24 فيت، يعني عرض الحرة الواحدة كام؟ 12 فيت. بيقول لك السرعة عندك ب 65 ميل بر اور. بيقول لك ارسم بثلاث طرق السوبر اليفيجن، هنخليها السكشن اللي جاي ان شاء الله، واحسب لي التوسعه. فالتوسعه تعرف تعوض في القانون، الدبي ميكانيكال بتساوي الان في ال تربيع على 2 ار، والدبي سايكولوجيكال بتساوي كام؟ السرعه على 9.5 جذر الار. طب انت معاك نص القطر، لا اجيبه منين؟ ما انا عارف ان الاي زائد الاف اس بتساوي مين؟ الفي تربيع على 15 ار، عن طريقها اروح احسب نص القطر. طيب هنخلي المساله دي والحاجه دي برده لحد ما الدكتوره مالها تشرح. طيب اشرحت لكم السايد ديستنس على الهوريزونتال كيرف ولا لسه؟ لا بس الجزء بتاع السلايدنج اوفر تيرنينج ازاي بنحسبه. طيب احنا كده سابقينها شويه، فاحنا هنستنى لحد ما يتخلصوا المره الجايه، يكون حتى برضو معايا في شويه كام فيديو كده يوضح لك الدنيا اكتر، تمام؟ هو ما فيش امثله على القوانين دول بتاع السلايدنج اوفر تيرنينج؟ ما لا، لازم الموضوع كله زي ما قلت لك كده، المسائل كلها مركبه، ان هي لازم تكون عارف السايد ديستنس وعارف الميكانيكال دي كلها عشان في الاخر تعرف تعوض تقفش على حاجه يعني، تمام؟ فانت بس مبدئيا مش مطلوب منك غير اللي هو مين السلايد اللي قلت لك عليها مهمه جدا في الباب، قوانين بتاعت مين؟ الهوريزونتال الاينمنت او الكيرف جيومتري، الخمس حاجات الار ومعايا الدلتا اعرف احسب منهم خمسه، اللينس والكيرف اللي هي السي واللونج كورد، وعندي التانجنت، وعندي مين الميدل اوردينيت. مش حضرتك تبعت البي دي اف ده هندسه؟ لا يا باشا، مش حضرتك تبعت البي دي اف؟ هبعته لكم. حاضر، تمام تمام، لحد بس لما تشوف الدكتوره هتعمل معاكم ايه، تمام؟ ويبقى المره الجايه نخلص ايه الجزئيه دي بتاعه السوبر اليفيجن والايه بقيه الحاجات دي بقيه الامثله، تمام كده يا شباب؟ ان شاء الله هندسه. ماشي يا رجاله، يلا السلام عليكم. سلام عليكم.